الواجب على المرأة الاعتناء بعقيدتها وبمنهجها وبسلوكها وأخلاقها والمحافظة على عرضها وصيانة نفسها، هذا الواجب على المرأة. أما ما يسمى عند النساء بالبحث عن الزوج أو رحلة البحث عن الزواج، رحلة اللي بتعترضها كثير من المحطات، محطة التبرج، محطة الونسة مع الأولاد، محطة الفيسبوك، محطة العلاقات وغيرها، هذه المحطات وهذه الرحلة بكاملها هي رحلة محرمة ولا تأتي بخير، صدقيني. متى ما عرضت المرأة نفسها للرجال بغير ما أحل الله تعالى لها لا يأتي هذا العرض إلا بالشر، لأنه الرجل اللي يعجب بك لأنك إنت كتابة في الفيس، ولا لأنه إنت حجابك ستايل كده يقول لك، ولا بسمو شنو ما عارف يقول لك مخنصر كده وناي، اللي يعجب بك بهذه الصورة تأكدي أن فيه خللا، لأنه لو كان نزيه النفس عفيف كريم الأصل تقي لما رضي بك وأنت تعصي الله تبارك وتعالى، ما برضى بك. النزيه القويم الشريف التقي ما بيرضى بامرأة تمارس معصية الله تبارك وتعالى، ده ما بيرضى بك. عشان كده تأكدي يومك اللي تبرجتي واللي عرضت نفسك للخطاب وللزواج، تأكدي إنه اللي حيتقدم لك ده فيه بقدر ما عندك أنت من الخلل. عشان كده الواجب عليك إصلاح نفسك وتقوى الله عز وجل، واعلم إن زوجك ده اللي ربنا كاتبه لك لو أنت قفلوك تحت الصخرة بيجي يرفع الصخرة دي وبيمرقك بيتزوجك، قصه ما بتدس منه.